الحمد لله الذي تفضل علينا بالإنعام، أنعم علينا بالقرآن والصيام والقيام. أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير من صلى وقام. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أنكم محاسبون، وعن أعمالكم مجزيون، وبين يدي الله واقفون، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها المسلمون، ها هو ضيفكم العجول قد قارب على الرحيل، وفي رحيل هذا الشهر المبارك عظة وعبرة لكل متعظ ولمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فإن مرور الأيام ومرور الليالي لنذير يا عباد الله للقلوب الحية المؤمنة، فإن كل يوم يمر وكل ليلة تمضي هي تقربك من أجلك المحتوم الذي لا مفر منه ولا محيد. تمر بنا الأيام تترى، وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر، تمر بنا الأيام تترى، وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر، فلا عائد ذاك الزمان الذي مضى، ولا زائل هذا المشيب المكدر. فعلى المسلم أن يتعظ بمرور الأيام وتصرم الليالي، فإنها تقربه من لقاء ربه سبحانه وتعالى، وخاصة إذا كانت هذه الأيام الأيام الفاضلة والمواسم التي فيها الحصاد. عباد الله، علينا في آخر هذا الشهر المبارك أن نحسن الختام وأن نحسن العمل، فلعل بركة أعمالنا فيما تبقى من هذا الشهر المبارك. فأحسنوا الصيام وأحسنوا القيام، وأكثروا من قراءة القرآن، فإن شهركم قد شارف على الرحيل، ولعل بركة أعمالنا في آخره. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد شرع لنا في ختام هذا الشهر عبادات ينبغي علينا أن نعتني بها وأن نذكر بها تبصرة وتذكرة. فمن العبادات التي شرعها الله عز وجل في ختام هذا الشهر المبارك زكاة الفطر والتكبير وصلاة العيد. فأولاً يا عباد الله، قد فرض الله عز وجل على المسلمين زكاة الفطر، وقد قال ابن عمر رضي الله عنه: فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على العبد والحر، على الذكر والأنثى، على الصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل صلاة العيد. فزكاة الفطر يا عباد الله فرض على كل مسلم ومسلمة، عبدا كان أو حرا، صغيرا كان أو كبيرا. والحكمة في ذلك كما قال ابن عباس رضي الله عنه: فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من الرفث واللغو، وطعمة للمساكين. فزكاة الفطر يا عباد الله واجبة على الجميع، وهي تجب على كل غني، والغني في زكاة الفطر من كان يملك قوت يومه فأكثر. وليس يشترط في الغنى في زكاة الفطر أن يكون ذا مال كثير، وإنما الغني في كل باب بحسبه. فقد تجب على الفقير
الذي في عرف الناس، والفقير الذي هو محتاج للزكاة إذا كان يملك قوت يومه وما فضل عنه في ليلة العيد. والزكاة الفطر يا عباد الله لا بد أن تكون من الطعام كما دلت عليه الأدلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة والسلف، وإما إخراجها نقودا فإنها لا تجزئ على الصحيح من قول أهل العلم. ويدل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه عندما قال: فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وفي حديث ابن عباس قال: فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فقال: طعمة للمساكين. وفي حديث ابن سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أما كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من أقط أو صاعاً من زبيب. فهذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على أن زكاة الفطر تخرج طعاماً ولا تخرج نقوداً، وإخراجها نقوداً هو محض الرأي في مواجهة النص الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأحكام المتعلقة بزكاة الفطر يا عباد الله أنه يجوز إخراجها قبل يوم أو يومين أو ثلاثة أيام على الصحيح، لدلالة حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد كان يجمع زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتوزيعها على الفقراء قبل ثلاثة أيام. ومن الأحكام المتعلقة يا عباد الله بزكاة الفطر أن زكاة الفطر تتبع الجسد، فمن كان في مكان وهو من مكان آخر فالأفضل في حقه أن يخرجها في المكان الذي هو فيه ولا يرسلها إلى بلده الأصلي، لأن الزكاة تتبع الجسد. ومن الأحكام يا عباد الله أن الأصل في زكاة الفطر أن يخرجها كل واحد عن نفسه، فإن أخرجها عنه غيره سواء كان والده أو أخوه أو غير ذلك فإنها تجزي. ومن هنا نعلم أنه لا يجب أن نخرج زكاة الفطر عن العمال وعن الخادمات ونحوهم، إلا أن ذلك يجوز ولكنه لا يجب، لأن بعض الناس يظن أنه يجب عليه أن يخرج عن عامله أو عن خادمه وخادمته، ولا يجب ولكنه يجوز. ومن المسائل يا عباد الله المتعلقة بزكاة الفطر أنها لا تخرج إلا عن المسلمين وإلى المسلمين، فتخرج عن المسلم فقط ولا تخرج عن الكافر، لأنه قد يكون عند الإنسان خادم أو خادمة كافرين فيخرج عنهم وهذا لا يصح، وإذا أراد أن يصرفها فلا يصرفها إلا في مخرج واحد وهم فقراء المسلمين، فإن دفعها إلى كافر فإنها لا تصح ويجب عليه أن يخرج بدلها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فمن العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى في آخر هذا الشهر المبارك التكبير، ويبدأ التكبير من دخول ليلة العيد إلى أن يخرج الإمام. والتكبير يا عباد الله هو تعظيم لله سبحانه وتعالى وشكر له على هذه النعمة العظيمة أن بلغ العبد الصيام والقيام وأداء ركن من أركان الإسلام. قال سبحانه وتعالى: ولتكملوا العدة
ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالتكبير عبادة يا عباد الله يغفل عنها كثير من الناس، فهي عبادة عظيمة وعبادة جليلة ولها معان عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فأكثروا من التكبير في ليلة العيد حتى يخرج خطيب العيد. وليس المراد من التكبير كما يفعله اليوم كثير من الناس بأن ينشروا مقاطع التكبير المطربة والملحنة فيستمتعوا بالأصوات ويغفلوا عن التكبير باللسان. ومن العبادات يا عباد الله التي فرضها الله سبحانه وتعالى في آخر هذا الشهر المبارك صلاة العيد. فصلاة العيد يا عباد الله فرض على كل مسلم على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء وذوات الخدور والعواتق والحيض بأن يخرجوا إلى المصلى، وأمر الحيض بأن يعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء اللاتي لا تجب عليهن صلاة الجماعة بأن يخرجن إلى صلاة العيد، بل أمر حتى الحيض والعواتق وذوات الخدور بأن يخرجن إلى المصلى، فمن باب أولى الرجال. فاحرصوا يا عباد الله على أداء هذه الشعيرة العظيمة، وعظموا شعيرة العيد بالفرح والسرور وأداء العبادات. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإن ذلك من تقوى القلوب. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وآمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ول عليهم خيارهم، واكفهم شر شرارهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم تقبل منا صالح أعمالنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم واختم لنا شهر رمضان بغفرانك، والعتق من نيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.